ده الكلام الصح، ده الكلام اللي اتقال يا كابتن. لكن هو طبعا المشهد اللي حصل بعد الماتش مشهد يعني مرتبك ومرعب، واللي يقول لك اصل الاهلي مسيطر على، لا طلع الاهلي ما مسيطرش على الاعلام. لا انا بقول حاجه تانية، الاهلي مش مسيطر، انا بتكلم اعلام النادي الاهلي اعلام في حته تانية. ما انا بكلم، لا ده اللي مش بتكلم انا عليها. مش مشغول بيك. ما انا دلوقتي انا عاوز اقول لك على حاجه، عندما تجد تكتشف ان هناك اكثر من 6 إلى 7 شاشات منتش موجودين خصصوا جميعا لمهاجمه الاهلي، لا يتحدثون عن ايجابيه، نيسوا ان الاهلي متصدر، سيبك بقى من الدوري، انا مالي انت تاخد الدوري، انا اهم حاجه انك انت خسرت الماتش ده. طب انا ده اول مره اول ماتش اخسره في المسابقه. طب كلمني، يتكلم على التوفيق عدم التوفيق. الله، انتوا وجعتوا دماغنا بالاحتراف وانه لازم فرقه تكسب عشان يبقى في منافسه. طب نتنافس ولا ما نتنافسش؟ يعني عاوزين نفهم، لو كملنا وكسبنا مثلا، لو الاهلي كسب وكمل 6 7 مثلا سنين الدوري، يقول لك التحقيق يا نهار ابيض. يعني عاوزين ايه؟ يعني عاوزين نطلع من كل الهيصه دي والفيلم اللي عايزينه، نروح نبدا نخش بقى ونرد على بعض، وده يكسب وده ما يكسبش. خلي بالك انا بحس هو ده المطلوب، يعني ما أنا بك... انت ما ده... انت مطلوب منك، او بيبقى فيه دايما عوامل ضغط كتيره جدا، ودايما البطل ودايما اللي على القمه ودايما اللي في المرتبه الاولى بيكون عليه ضغوط، وضغوط كبيره جدا. فعمليه الضغط من خلال وسائل الاعلام من السوشيال ميديا، هو عايز في فتره من الاوقات انك تنزل للحته بتاعته شويه، انك تبدا ترد، ومجرد ان انت بدات ترد هو ده جزء. ده انا متصدر المسابقه، واحد طالع يقول لك الضرب في الميت حرام يا ابني عيب. يعني يا ابني يا ابني عيب يا ابني بالصحه، يعني عاوز اقول لك يا ابني عيب غلط، غلط في ادب، في حاجه اسمها احترام يا ابني عيب. يا ابني في ادب حتى في الحديث، يا ابني في ضمير لما انت تيجي تتكلم. حتى لو الاهلي خسر ماتش وانت فرحان وهتموت، عيب تتكلم، يعني عيب التناول بالاسلوب يبقى كده. يعني عاوز اقول لك الاهلي بادبه وباحترامه جرأ الناس عليه. يعني انت قاعد ملتزم، واحد مؤدب مش راضي يرد، مش راضي يتكلم، هو مجلس اداره ما اتكلمش ولا هيتكلم، لو قعدت 100 سنه مش هيتكلم. مش بيشتغل ولا المسؤولين، يعني اذا طلع كابتن سيد حفيظ وعمل تعليق بتبقى هاله وازاي يطلع، لكن مسموح للناس التانية تطلع وتتناول ويعني وتنتقد وتهاجم، ده عادي، اصل دي حريه الراي. لكن الطرف الاخر ليس مسموحا لك ان تدافع عن نفسك. الهدف واحد، مش خسارة مسابقة الدوري، وعارف نفسه انه في الدوري المنافسين عارفين ان المسابقة شكلها ايه، فرق 17 نقطة، ولازم لعيبة الاهلي يعرفوا نفسهم ان هم المسؤولين عن اللي حصل، لازم يعرفوا قيمة النادي وقيمة الناس وقيمة الجمهور. ده حقيقة، ده حقيقة. الجمهور الاهلي لازم يعي جيدا انه في كل اوقات اللي كتب فيها الاهلي مرحلة جديدة من نجاحه كان بمساندة الجمهور.